يلتحق بنا من باريس المحلل الاقتصادي نادر حداد. سيد حداد، ما مدى المخاوف التي أو ما مدى جدية المخاوف في الحقيقة من تراجع أسعار النفط، وأيضا من تداعيات كورونا في ظل عدم شفافية الصين على الأقل وعدم وضوح المشهد في دول شرق آسيا؟ وهناك يعني مثل ما شفنا البارحة تراجع سعر العقود الآجلة التي سيتم تسليمها في الشهر المقبل. هذا يعني كان سببه هو التخزين، لأنه ليس هناك سعة للتخزين في الولايات المتحدة، وشفنا أن أسعار النفوذ الأخرى مثل أسعار النفوذ الأوبك ظلت يعني نوعا ما في مستوى مقبول. شفنا أن العربي الخفيف للعربية السعودية كان يتداول في مستوى 18 دولار، كذلك النفط الجزائري في مستوى 17 دولار، وهذا كذلك أمر مقبول مقارنة بالعقود الآجلة التي نزلت إلى تقريب إلى 40 دولار سالب، لأنه هناك عمليات بيع مزودو النفط يريدون التخلص من النفط لتوفير خزانات يعني أو صهاريج التخزين لإتاحة الفرصة لتعبئتها مرة أخرى. يعني طبعا هناك هذا سببه اقتصادي بالأساس، لأنه هناك خلل في قاعدة العرض والطلب. هناك لأول مرة الذي يحصل أن هناك وفرة في الإنتاج العالمي للنفط، رغم اتفاق أعضاء الأوبيك على تخفيض الإنتاج، وهناك نقص في ال يعني نقص في في الطلب، لأنه حركة الطيران في العالم تقريب يعني لا توجد حركة طيران، لا توجد الحركة الملاحية، الحركة التجارية شبه يعني في شلل شبه تام بين البلدان، لأنه يعني كل هذا متأثر بفيروس كورونا. وكذلك شفنا أنه حتى العديد من يعني العديد من البلدان أو العديد من الشركات مكشوفة على القطاع النفطي. هناك بنوك مكشوفة على القطاع النفطي مثل بنك HSBC الذي كشف عن هذا الانكشاف، تقريب 800 مليون دولار على البنك السنغافوري الذي تداول النفط، والذي خسر في عقود التحوط ل 70 دولار لأجل تسليم شهر ماي المقبل. نعم، طيب باعتقادك، هل الإجراءات التي يقول دونالد ترامب مثلا بأنه سيملأ المخزون الاستراتيجي ب 75 مليون برميل وأنه يمكن أن يوقف صادرات السعودية ممكن أن تؤثر إيجابا في هذه الأزمة؟ هي الولايات المتحدة الأمريكية تريد على الدوام أن تتدخل يعني كدولة لتعديل السوق أو لتعديل قواعد العرض والطلب، وهذا شفنا أن الولايات المتحدة الأمريكية الفيدرال ريزيرف يتدخل لشراء الأصول، والعملية تسمى بالتسيير الكمي، وهذا لتحفيز الاقتصاد وضخ السيولة اللازمة للشركات المتعثرة. البارح دونالد ترامب يتكلم عن شراء 75 مليون برميل، وأعتقد أن هذا الأمر يعني غير واقعي، لأنه المشكل ليس السعر، المشكل هو لماذا نزل سعر النفط إلى هذه الدرجات، ولماذا هذا الفرق بين البرانت والدبليو تي اي والويست تكساس أو غرب تكساس أو الفوارق بين النفط، لأنه هناك مشكل حقيقي في الولايات المتحدة الأمريكية وهو التخزين. ولا أعتقد أن ترامب أو الإدارة الأمريكية لها يعني سعة تخزين 75 مليون برميل، وهذا أمر غير واقعي. شكرا جزيلا لك نادر حداد المحلل الاقتصادي، كنت معنا من باريس.